بسم الله والإمام الرحمن كم ولد لك تفرق كثير عن ولد المسيح. وكأنما فيها نوع من التخصيص للمستفيد من هذا الحدث. يعني بولس الرسول كان يستخدم تعبيرات قوية، يقول على يسوع المسيح الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي، وأن يسوع المسيح مات على الخطاة الذين أولوه أنا، فكان دايما يحط نفسه في الحدث مع المسيح، ولما نطلع بره الحدث يتحول الحدث إلى تاريخ مش لخلاص. الخلاص ان الحدث ده يؤثر فيا بتغيير ايجابي، واحس ان انا من غير ميلاد المسيح كانت حياتي تبقى مختلفه عن كده كتير، وان الحياه بالفعل اختلفت بعد الميلاد. فكلمه ولد لكم تعني ان الله عمل شيء خصيصا من اجلنا ومعنا وفينا. وأستأذنكم النهاردة ناخد دراسة كتابية حوالين هذا المفهوم، عمل المسيح لأجلي في الجسد. والحقيقة لما نيجي نتكلم على الجسد يحضرنا حدثين من أخطر ما يكون في حياة المسيح. الله ظهوره في الجسد، الله ظهر في الجسد وعند صعودك إلى السماوات جسديا، وكأنما رب المجد يسوع نزل ليأخذ جسدنا ولا يخلعه عندما ينتهي عمله الفدائي والخلاص. لا، ده صعوده بهذا الجسد كان تتميم لقصة الخلاص، إن احنا ندخل إلى بيت الآب بأجساد ممجدة. ومن غير عمل المسيح المعجزي دوت كان يستحيل علينا يا احبائي ان نرث ملكوت الله، لان لحما ودما لا يقدران ان يرث ملكوت الله. اذا المسيح لما نزل عمل ضخم جدا 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 ليا وليك ولك. ايه هو؟ ان اعطى لجسدنا إمكانية التوحد بالله ويصير في الرحلة هذا الجسد هيكل الله وروح الله يسكن فيه. وبعد كده يجي الوقت اللي تسمع الذين في القبور صوتهم فيقوم الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، وناخد قيامة أجساد. وقيامة الأجساد تعني إن الجسد ده بيروح بس ياخد طبيعة البلد. وهذه الأجساد الممجدة هتدخل على بيت الآب على طول بعد ما نسمع كلمة تعال إلي يا مباركي أبي رزق الملك المعد لكم قبل تأسيس العالم. إذا في عمل كبير وضخم يسوع عمله من أجل جسدي أنا حتى لا أفنى. تخيل إن يكون عمل الله يفنى. أنا عايز أفهمكم حاجة في أفكار الله أنتوا هتنبسطوا منها أوي أوي أوي. أعمال الله يا أحبائي لا تفنى. واحد يقول لي لا، طب ما هيئة العالم تزول، أقول لك الهيئة بس. تفرق كتير؟ تفرق كتير. ليه؟ في مبدأ عند ربنا اسمه بدأ في الخليقة، وده احنا في التعبير كده بتاعنا بنسميه البروتوتايب اللي منه نطلع أشكال كتيرة للحياة. وعلى سبيل المثال لما نيجي احنا نشوف الله الساكن في نور لا يدنى منه حوالين عشر أربعة كائنات غير متجسدة مملوئين بالحياة، أو زي ما بيسموها حيوانات، حيوانات يعني مملوءة بالحياة،
واحد شبه الاسد، واحد شبه الثور، واحد شبه النسر، واحد شبه الانسان. هم دول اسمهم بروتوتايب. يعني ايه بقى؟ اما يجي ربنا يصور الخليقه المنظوره ويتكون ما يرى مما لا يرى، نجد مملكه الحيوانات الدجيله والمفترسه والطيور والبحر. طب وبعدين؟ ممكن دي الهيئه دي تفهم. وبعدين ربنا يعمل خليقه جديده من نفس التكوين بس الماده تختلف. يعني مثلا انت لما جه ربنا يخلقك لاول مره، جبل الرب الاله ادم ترابا من الارض، ومن هذا التراب اداله شبه الكائن على شبه الانسان. اخترنا فيه قبل تاسيس العالم. وبعدين من التراب ده عمل ايه؟ عمل الكيان الرهيب ده بكل ما فيه من حواس خمسة وأفكار مستنيرة وخيال رهيب. التراب يعمل كده، هو لم يد الله يعمل كده، بس دي المادة اسمها التراب. ويقول الكتاب كما لبسنا صورة التراب سنلبس صورة ايه؟ النراب. اذا التراب ده الهيئة. يعني يرجع ربنا يدي الانسان جسد تاني من النوم. طب التراب ده ضعف؟ لا، ولا يعمل فيه الهيئة ولا. طب والجسد النوراني يعمل فيه أمن؟ هيوحد الجسد الترابي مع الجسد النوراني عند القيامة، يعمل حاجة اسمها جسد المية. إيه ده ربنا بتعمله ده؟ إحنا يا أحبائي صدقوني، كما علت السماء على الأرض على أفكار مع أفكارنا وطرق مع طرقنا. فنجد الإنسان في دورة حياته يأخذ ثلاث أشكال: الهيئة الترابية، بعدين الهيئة النورانية، والهيئة الموجدة. والهيئة الموجدة حصيلة اتحاد الجسد النوراني مع الترابي، يبقى جسد ممجد. وهيقول لي جبت الكلام ده منين؟ يقول بولس الرسول قال: إن سيرتنا الأحمدية في السماويات التي ننتظر منها مخلصنا هو المسيح الرب، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة ايه؟ جسد مجد. يعني ايه جسد مجد؟ تفتكروا يسوع المسيح لما قام الاموات ودخل على التلاميذ قال لهم جسوني والمسوني، ان الروح ليس له لحم ولا عظام كما ترون انتم ليه؟ لان التلاميذ ظنوا انها مقصى روح. فالقيامه ليست روح، القيامه جسد واكل وشرب. وقال بطرس كده: ونحن رجعنا اكلنا وشربنا معه وكنا معينين عظمته. ايوه، هو ربنا يبدع في خلق جسد الانسان وبعدين يوريه التراب؟ لا. طب والارض واللي على الارض اسمها ارض جديده؟ ايه؟ ارض جديده. يوحنا لما شاف مش شاف سماء جديده، لا، شاف كمان ارض جديده بكل المكونات دي بس في المجد. يا رب ده انت جامد قوي وعظيم قوي، جامد قوي قوي. لا وسع، لو عندك اوسع من كده تقول قول. بس احنا اللي محدودين. تيجي علينا ايام وتعدي ايام وتروح عيال وتعدي عيال واحنا مش دارانين. مش حتى نمجد الله على عظيم عمله فينا؟ عشان كده هو ولد لكم لازم ننتبه ليا انا. ايوه، ولد لكم، يولد لنا ولد ونعطى ابنا احنا. ايوه، تكون الرئاسة على كتفه، ملك ليس له نهاية. حاجات جامدة. دعوني النهارده اكلمكم على نتائج ولادة هذا الولد لنا وهذا الابن لنا، حصاد اتحاد ابن الله لما يدعى جسد ويحل في جسدنا يعمل ايه فينا؟ هاخد معاكم حسب الوقت يسمع. أول قراءة هقولها لكم قراءة جميلة أوي أوي، أنا بحبها، بحب أقعد معاها وأفكر لها كتير. في سفر رسالة روميا في الإصحاح الثاني بيتكلم على التجسد بطريقة مبدعة، أهداف التجسد، أهداف التجسد. فبيقول إيه بقى في روميا 8؟ إذا لا شيء من الدينونة الدائمة
على الذين هم في المسيح يسوع. السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. واحنا عندنا خيارات. الناس نوعين، ناس سالكين حسب الجسد وناس سالكين حسب الروح. طب ما توضح لنا شويه يا عمنا بولس. ايوه، يقول ايه بقى؟ ليه؟ لان ناموس روح الحياه في المسيح يسوع. كلمه ناموس عشان ما نكركعش الدنيا تعني قانون او طبيعه، زي قانون الجاذبيه. نقول ناموس الجاذبيه كويس كده؟ يعني قانون. طبيعه الحياه في المسيح يسوع عملت ايه؟ اعتقدني، حررتني من طبيعه الخطيه والموت. يعني ايه الكلام ده؟ جوهري جدا، لان الملاك انهم يولد لكم مخلص. مما يخلص؟ اساسا هذا الجسد كان جواه طبيعه اسمها طبيعه الخطيه المنشئه للموت، لان كل من يفعل خطيه عنده خطيه، وموجه الخطيه يموت. دي طبيعه جوه. كان يقول داود: لاني من اثام عمل بي وفي الخطايا ولدتني امي. فاصبح الانسان مولود في الطبيعتين، الخطيه والموت. طب حصل ايه بقى؟ المسيح عايز يفكنا من الطبيعه دي، عايز يدخل قانون ضد قانون. في قانون اسمه قانون الجاذبيه، لو انا سبت المايك ده كده يقع في الارض. طب الانجيل ده كتاب مقدس لا يمكن ابدا، لو انا سبته برضه يقع في الارض. كله خضع لقانون الجاذبيه الا اذا دخل قانون تاني. ايه؟ العصفوره ضد النحلين. اول ما يرف بجناحاته يرتفع ضد القانون، قانون الحركه في العصفور عتقه من قانون الجاذبيه. قانون يحرر من القانون. فدخل ربنا في الجسد عشان يفكنا من هذا القانون اللي ملك علينا وساد علينا وخلى بولس يقول: لاني عالم انه ليس ساكن فيا اي في جسدي شيء صالح. مفيش حاجه عندي ابدا. كلما اردت ان افعل خير وجدت الشر حاضر عندي. الخير الناس يريده لازم افعل، الشر الناس لازم يريده يا افعل. خربان. اوعى يكون ده احساسك، اوعى يكون ده احساسك، اوعى. ليه؟ معنى كده ما فيش قانون داخل يعني دخل في عمرك. لو انت عندك الاحساس ده ان كلما اردت ان افعل الخير وجدت الشر حاضر عندي، اذا انت مش محتاج توبه، انت محتاج قانون يفكك. ليه؟ ما انت حاولت تتوب كتير ورجعت تاني زي ما كنت. انت محتاج قانون ضد قانون. وخد بالك، لو يوما ما الصبح بدري لقيت عصفور نازل في الارض، اعرف ان هو بطل يرفع من ناحيته. فخضع لقانون الجسد. فطول ما انت سالك في الروح انت حر من الجسد. عشان كده في اولها اذا لا شيء من دينونة الان على الذين هم في المسيح يسوع. السالكين ليس حسب الروح وليس حسب الجسد. يعني احنا هنا اعطي لينا بتجسد المسيح فرصه ان نتحرك بالروح. واحد يقول اديني علامه كده. اديك علامه. كلنا عايشين ايه؟ عاده لما يجي انسان في العالم يعمل خطيه بيستلذ بيها جدا. سرقت سرقه جامده، خطفت لهفه مش عارف ايه، عملت رشوه 150 مليون جنيه، انا عملت الخطيه اللي شفت فيلم، يبقى سعيد بيه. خلي واحد من اولاد الله يعمل حاجه من دول، ده اللي بتعمل من جوه. الشغل اللي داوود بعت اسما في القلب في الياس بعضاني، تعالى نفسك متضايق وتعبان. تعبان ليه ده مصطفى؟ انا مش حابب اللي انا بعمله. ما اصبحتش الخطيه محبوبه، انت اتحررت. ايه؟ اتحررت. مرة بعد واحد من المؤتمرات شاب كده من الكنيسة هنا من ولادنا بيحضر معانا الثلاثة والأربعة كده، كان أول مرة يحضر. وهناك ربنا غير حياته خالص بطريقة غير عن كان هو معجزة المؤتمر حتى ربنا. كان هو معجزة المؤتمر وراجع مش مصدق نفسه إنه جاي من شبكة علاقات مرة جدا. وطول ال
بعد ما اعترف واتناول بقى الطموع ده مش بيصدق نفسه. وكل شويه يجي يقول ايه؟ تفتكر هينفع ولا ايه؟ كل شويه جاي تدفع هينفع؟ حتى واحنا راجعين يسيب اول عربيه ويجي في اخر الخميس تفتكر هينفع؟ وما جيت هنا يوم الجمعه تلاقيه موجود، صرت خدمه قريه الاقيه جنب الاتوبيس، يوم الاحد عندي اجتماع فقط الاقيه معاه، يوم الاثنين في اجتماع الاقيه. جميع الاجتماع حد مره كان يوم ثلاثه لقيته في مع السيدات وقاعد قلت له مشكله. ايه ده هو عايز ايوه زي الطفل ام ما هو في امومه روحيه في امومه روحيه. فانا على كده كتير اسبوعين مش مصدق نفسي. الحلقه الله يعلم مره كنت قاعد مطرح بينا كده ولقيته انا ما شفتوش. يا عم ربنا زي ما قلت له لقيت نص القميص ده مبلول ميه، ميه ايه؟ هو كان اخضر كده وطويل وبعدين ميه ايه؟ ميه ميه. شفت لقيتها موطى على بابي مش قلت لك مش هينفع ولا غيرت مش هينفع. كان اخونا ماجد عمال يرنم شاور له تقول له خليني كمل حتى واخد غرفتين كمان وتنفجر بقى من عندي مش هينفع مش هينفع خير خير بقى الحزن والغم اللي فيه لا يكفي بالك. هو بيعمل يقول وانا عمال اصلي لو قلت له حصل خير ما فيش مشكله ربنا يكررها ولو قلت له يخرب بيتك اللي نيلته ده هيبقى ييأس. طبعا انا قاعد اصلي فجاه كده بصيت له قلت له هو انت طول عمرك كل ما تعمل خطيه تعمل كده؟ قال لي لا. قلت له ما زمان لما كنت تعمل خطيه بابا فرحان وهو مبسوط ومندهش كده وعامل برنت للمره اللي بعدها. قلت له ما اللي خربني عليك كده؟ مش عارف. قلت له مبروك. قال لي قلت له مبروك يعني قلت له انت اتحررت. انا جاي لك متغيره قلت له حررت قلت له يا ابني اللي يدوم مرارتها بتوب عليها طول عمرك فاكرها حلوه وبترجع لها انت اتحررت بقت مره كنت طول عمرك مخنوق في الخطيه واخدها حلوه قوي. أول مرة تجدها مر بالأسنتين لما هجيلك بعد كده على طلب من ذهب مش هتبص لي. قال لي أنت بتتكلم قلت له أنا هكذب عليك اترمى بقى فاكر بقى النص تاني كمان بقى اللي يعني في الحقيقة القميص كله بس دي دموع ودي دموع تانية لا تخدمش وكأني يعني محمول كده مش ممكنش وفقت. إيه ده يا رب ده هو ده التغير ان الخطيه ما بقتش جزء ما بقتش صور ناموس رغم الحياه في المسيح يسوع عمل ايه؟ اخر انا ابني انا ما بحبش الكذب ما بحبش السرقه ما بحبش الشر ما بحبش الفساد. لهذا ولد لي المسيح ليحررني ولد لكم مخلص كده بقول لك انا اقول خلاص. طول ما الخطيه حلوه بقت انت لسه مالكش طول ما انت بتعترف اربع اعترافك بس يا خساره هسيب الخطيه دي خساره دي حلوه بس عشان خاطر ما نهلكش هسيبها بقى هسيبها راجع لها راجع يا فلان عمال تلميذ راجع لها ما انت طول ما انت هترجع لها مش ممكن هتسيبها غير لما تكون كرهتها بقى طعمها ارض. طبيعه تحررك من الطبيعه ولد لكم طعمها مرد يعني فوق. مره كنا قاعدين نشرب طعم شاي كده حلو قوي نبيت معلقتين سكر كوبايه كبيره كده كنا فوق ثلاثه قاعدين قاعده على البحر ما حصلتش والا تصوني اللي ماسك المكان قالت له حد بيفهم في العزاء قلت له انا بفهم في العزاء قالت لي ده معمول على ايه بصيت على ده مرفوع على درسين فاللي قاعدين ضحكوا قلت لهم مطعم نقول له شفاف العزاء لو على ياسمين يبقى شفاف قوي لو على ياسمين شفاف قوي لو غنى برتقان على موادح لو غنى بني يبقى على حاجه قعدت بقى شهرين بقى فقير. قالوا دور بدور بدور قعدوا دور بقى العسل وبعدين تفتكروا بعد ما دام العسل ده كان واحد شرب الشاي ولا واحد بوظت القعدة مع انه كان حلو ولا ما كانش حلو يا استاذ حسام؟ الشاي كان حلو ولا ما كانش حلو؟ بس ما جاب العسل خلص الشاي خدوا بالكم قانون ضد القانون اللي ما يدورش المسيح ما يتحررش اللي ما دقش المسيح ما عارفش حرية ولد لما يجي يقول لك ايه يبقى انت لازم تاخده فبيقول ايه؟ لان ناموس روح الحياه في المسيح يسوع اعطاكم يا حرام.
عني، ما بقتش الخطيه بتوعنا، بقيت اتمرن منها، بقيت احسن منها، بقيت ازعل عليها، بقى في عداوه بيني وبين الله، دم النبوه اضع عداوه بينك وبينها وبين المسيح. اول ما الانسان يدور المسيح يتحط العداوه ما بينه وبين الخطيه وتصير سبلها شيئا جدا، ولا يجد فيها لا راحه ولا لذه. مش كل المقدر لا راحة في نومة ولا في نومة، الكل ظلام وانا في العالم، بشعر بالوهم وانا في عمري وفي وحدتي، بشعر بالظلم. اقول لك كتبتني ازاي بقى يا شيخ العالم؟ كتبتني ازاي؟ ده لما تحكي لي الحدود 100 مرة ما اعرفش تطلع من شعر واحد من ده كتبتها ازاي؟ ايوه جاب كل معاناة الخاطب في كل شعر، لأن ماهر اختبر الضلمة والنور. إنسان حقيقي لقى المسيح متحرر وانفك بيفك ناس. طيب هيشرح أكتر؟ يقول لي ما شرحت، أقول لك لا ناس. بيقول لي بقى هيشرح أكتر، لأن ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا في الجسد. ناموس ايه؟ شريعة موسى. انت يا ابني مش واخدين ناموس يعني قانون وطبيعة، اه هنا بقى ناموس الثانية المفروض بقى الشريعة. طيب لما الشريعة ما قدرتش تأثر في الإنسان، قالت للإنسان لا تكذب وكذب، لا تشتهي واشتهي، لا تشهد بالزور واشتهي، ولا تزني. ايه تأثير الناموس؟ كان ضعيفا بالجسم. العيب كان في الناموس؟ لا، الموسيقى كانت في الجسم. واحد عنده سرطان وتديله قرص اسبرين، الاسبرين ينفع؟ مش العيب في الاسبرين، العيب فين؟ في السرطان، المرض كان اكبر. عشان كده يقول لك لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس آباء ولا نبيا. الأنبياء اللي قالوا تعالوا أيوه بئت من تهوى على خلاص شعبك، بل أنت بغير استحالة تجسد، كان لابد يجينا يحررنا. الناموس عجز، ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا في الجسد. ايه؟ فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية. طب قول لي شبه ليه يعني؟ الشبه تعود على الخطية مش على الجسد. ليه؟ إني كنت هرقكم شيء بس قلت اكلمكم فيه بس وجاي جاي. بيقول ايه في العبرانيين؟ بيقول اذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك كذلك هو ايضا في الام. فالمسيح اخذ جسد زي شبابنا زي جسدنا تماما ما خد الخطيه، فالشبه يعود على الخطيه وليس على الجسد. طب وبعدين؟ ولاجل الخطيه اللي هي استعملتنا كان الخطيه في الجسد. وهنقول طب ليه مش صعبه شويه؟ اقول لك لا، عشان انت بتقرا بسرعه. انا اقراها ازاي بقى؟ تخيل معايا المنظر ده. واحد راح اشترى عربيه من فرنسا، بلاش عربيه كبيره عليك شويه خلاص لا. واحد راح جاب اوردر، انا حضرت الموقف ده، كنت بعمل شغل لواحد صاحب شركه. واحد قال له الاوردر ده ما بيسيرش، ما بيسيرش، انا ما بعملش اشارات فيه. طيب الاوردر ده بيسير؟ لا ما بيسيرش. قعد يطقم كده، توسع كده بقى، وراح جاب واحد من مدربين العمل، قال واتعامل عمايل على الكرب، خلى الركن يحط راسه في الكرب، العين مش في الكرب، العين في مين بقى؟ في الجسد. طلع ان العين مش في الجسد يا جماعه. ايه؟ العين مش في الجسد. ما العين فين؟ العين فين؟ شوف بولس قال ايه؟ لاني عالم أنه ليس إيه؟ ساكن، خد بالك، ليس إيه؟ ساكن فيا، أي في جسدي. المشكلة في السكان، لما يكون عندك بيت إن شاء الله كده، وربنا كرمك وعندك بيت، وعندك ساكن تعبك، تروح تهد البيت ولا تطرد الساكن؟ تطرد الساكن، مش كده برضه؟ إحنا كنا دايماً نقول البيت ده وحش. لا الجسد مش وحش. شوف القداس يقول ايه؟ يا الله العظيم الابدي الذي جبل الانسان على غير فساد. لو تقعدوا تتاملوا في اللي بنسمعه ناخد نور ذراعي. جسد ده مش وحش،
ولانه مش وحش يسوع اخذ جسد زينا تماما. والعجيب لما هو اخذ الجسد بدع فيه، بدع فيه يا عم احنا فين والمسيح فين؟ طب هو معاه الروح القدس، امال انت معاك يا روح انك يا ما شاء الله، ما انت معاك الروح القدس ده، ما انت معاك الروح القدس يا جدع، انت معاك الروح الهديه، معاك الروح القدس. ايوه نفس الروح القدس اللي كانت على المسيح هي اللي عليك، واللي سكن في المسيح سكن فيك. فالمسيح دايما الخطية بالجسد بعد ما كان الإنسان دايما بيشتكي من الجسد، طلع الجسد حلو وطلع الجسد جميل وطلع خيبة الأمل فينا فضيعة. إيه؟ أيوه غير الساكن، غير الساكن، غير الساكن. السكان اللي عندنا وحشين. كنت قاعد مع واحده من بناتي بتعاني من مشكله جامده، فهي يعني بتبعت لي على الايميل وانا برد عليها على الايميل، فبتقول انا محتاجه للشفاء، صلي لي من اجل الشفاء. قلت لها عندك تفهم حاجه واحده بس، قالت لي، قلت لها الشفاء ما بيضيفش حاجه للانسان، الشفاء بيشيل الامراض اللي على الانسان الحلو. يعني انت في علوم جت عليكي من المجتمع، وعلوم جت عليكي من البيئه، وعلوم جت عليكي من الاقرباء والبعداء، كل دي انشات امراض الغل والغضب والكراهيه والنميمه والشتيمه والحواد، كل دي امراض. لكن يوم ما تتقابلي مع المسيح هو الرب الشفاء، هو الشفاء. شوف ربنا يقول في القداس يعطى شفاء لارواحكم من كل باطل. فالشفاء هو إزالة كل تراكمات البيئة والعالم المحيط وأسير الخطية المحيطة بالثورة بالسواد إبليس. الشفاء هو إزالة وإظهار طبيعة موجودة في العالم. ودي نقطة جوهرية أحبك تفهموها جدا. أنت لا تحصل على شيء جديد بعد المعمودية، لأن في المعمودية أنت أخذت كل شيء. مرة كنا في المبنى هنا كان عندنا صورة جابها واحد من الشباب كده، كنا حد نصلي قدامهم كلنا. نرجع بقى قاعدين والطبل البياض والبلاط اللي عملوا وعفر الميه وبتاع، جت عليها تراكمات تراب جامده قوي. فانا وقفت اتكلم مع الشباب بقول لهم يا جماعه ايه رايكم؟ انا وقت عايزين واحد عنده موهبه حلوه يرسم صوره زي دي تماما، قال لي محدش يقدر. يعني قلتها يعني معاه ماليش، ما نعمل؟ صعب. قال لهم قلت لهم في ايامها صعب ان انا اقعد ارسم صوره زيها ولا ان انا اجيب حته من جوه؟ انا اسال اجيب حته من جوه ليه؟ الصوره موجوده. قلت لهم عايز اقول لكم على حاجه، لما الناس يقدروا يتمثلوا بيا انت مش محتاج تعمل شيء، انت محتاج تشيل شيء، تشيل كل وزنك وقذر العالم اللي جت عليك. انت مش محتاج تعمل شيء ليه؟ انك في المعموديه اخذت الصوره والمثال. اقول لك حاجه، انا من البدايه جابنا الرب الى نخلق الانسان على صورتنا كشبهنا، فمن الخليقه الاولى على الصوره والشبه والمثال، وفي المعموديه على الصوره والشبه والمثال. انت مش محتاج تجيب حاجه من بره. ايه؟ انت حبه الدموع وانت راجع قدام الله اعترافا، وقت تقتل في مخ اسرارك ترجعنا صوت المسيح. فهنا بيقول كده، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية. دام الخطية، الخطية هي اللي طلعت خطأ جدا والجسد طلع براءة. في المسيح الجسد طلع براءة. وأنت أول ما بتتعمد بتطلع بجسد محرر تماما من كل الخطايا والأهواء. عشان كده يقول في رسالة غلاطية، فاثبتوا إذا في الحرية التي حرركم بها. إيه؟ ربنا عمل عمل رائع جدا جدا، قالك الجسد ده جسد زي الفل، وتخرج من الجنة المعمودية واخد جسد محرر تماما. إن كان أحد في المسيح يسوع هو طريقة جديدة، مش بس محرر، مقدس. فتيجي أقول يدينا بما يقول تحصين، ولكن الذي يثبتنا معه وقد مسحنا هو الله الذي اعطانا ايضا عنبون الروح. الله هو اللي مسحنا بالبيرون. ايه الله؟ انا بشوف ابونا. ايوه ابونا بيقول يا الذي
بارك الذي قال في هذا القدر. ربنا ابونا بيصلي صلوات الاستدعاء ثم بيصلي في الاسرار. والعجيب انك انت تثبت في الله بهذا السر يسموه سر التثبيت. سر المسحه انت بقيت كده مسيح الرب الملك والكاتب. يا ايوه ويقول كده هو في صلوات التاسيس بتاع السر وهم بيقدروه ان اتي هذا الزيت ان يعطى عبيدا بهاء ملكيا ومجدا كهربيا ويعطى عبيدك علامه ان ينمو من وجب القوس. ونقولها كده ربنا يسوع المسيح اعطى علامه لعبيده ان ينمو. عارفين طبعا الكلام ده بس طبعا احنا بنقول الكلام ده غلط. انا عارف كلام تاسيس ربنا يسوع المسيح. طيب فخدوا بالكم الامر في غايه القوه والاهميه. ربنا بتعمل مع جسدك بحاجه شكله غريب كل ده في الجسد. ايوه 36 نشط قوه اشي 8 ورا و8 قدام واشي فوق واشي تحت بيخليك مقدس قدس اقداس للرب. عشان كده ربنا بيقول قدسات القديسين ام سكان انك انت من القديسين. ايوه بس انا عملت خطيه يا حبيبي. إن كنا أن ليس لنا خطية خدوا إحنا بنتكلم في حاجات تخص جسدنا واللي ربنا عمل فيه. أوعى تفتكر إن يسوع بس هو اللي صعد للسماء جسديا. نحن كلنا هنخطف لملاقات ربنا في الهواء. أوعى تتخيل إن ربنا عمل فيه كنا. عشان كده كان خلاص الرب شهودا ليه تعبير قوي جدا أيام بدأت الخلاص في لحظة وحفظناه مرة. يوجد خلاص للمال ايه من خطيه الغالب ويوجد خلاص نحيا اخلصه من هذا الدين المرتبط كل يوم بعمل الخطا وخلاص نترجى ساعه ما ننفك من كل قيود الظلم والمنظور وناخد الاجساد السماويه ونطلع بالاجساد المرات والسماء. فوجد لكم خلصه على كل المستويات ما نمنا وما نحيا وما نترجى على كل المستويات. بقول كده خدوا بالكم لكي يتم حكم الناموس فينا. يعني ايه حكم الناموس؟ كل وصايا الناموس تمت فينا. عشان كده لما بقول في القداس اكملت ناموسك عندي فعلا وسلمه انا جاهز. تم حكم الناموس فينا كل الشريعه تمت. ليه؟ يسوع المسيح اكمل كل شيء وسلمه لينا. باركت طبيعتي فيك واكملت ناموسك عني. حصلت مره على كلمه اكملت ناموسك عني دي العيال في الفصل وهم عيال صغيرين في اولى ولا ثانيه ابتدائي هيصلوا واحد قضى الدين من يوم واجب يكتبوا النص ده 10 مرات. طب رجع معيط وقاعد يكتب يعيط قال لك اصل عني واجب. تقول له انت عملت. قال لي ما انا عملت مرتين. قلت له طب كويس انا لسه عملت 8 تانيين. وانا صغير رجعت بعيط. عمل نص المره الثانيه والثالثه بالعافيه ويعني راح مع الكراسه. قال لي يا ابني انا عملت. انا طبعا سامع الكلام ده وهدمه. ايه بقى سامع الكلام ده؟ خدني بقى وخدت الكراسه. قعدت تقلد خط الوان وتكتبه السبع مرات. قلدت الخط قلدت الخط. صعب على فكره. صعب انت لو بتكتب كده كده هتمشي. تاني يوم صباح الصبح بعيط قلت له ما تخافش يا ابو 10 مرات اهو. ينفع ينفع الله. وبعدين ما بقى دخل الفصل بقى كده طبعا ما فيش عيال عملوا كده حتى شعر امه وعندها مهمه التزوير زي مراتك. بصت لقيته الوحيد اللي عاد لقيت كلكم سقفوا ايدي. فبقول ايه؟ ما بيستقبل انت بقول سقفوا ما الكلام ده يا جماعه يسوع اكمل من مسحنا. خد كل ما فينا من الشر واكمل كل ما علينا من بلش. فواحنا واقفين فوق في السماء نبقى لابسين المسيح يظهر في الظهور الاتيه غنى نعمته علينا من لطفه علينا في المسيح يسوع. اكمل كل شيء. هتقف انت قدام الله كانك اكملت كل شيء. فانا كنت نمت بعد ثانيه وثالث مره ما كنتش قادر وهو اكملت نمو. اصل انا اقعد اسمع القداس واتمعن فيه ما بصش في الساعة تشوف المناولة امتى. يعني القداسات الإلهية فيها
علم اللاهوت مدخر بالذات البروغوري، لان ده النطق بالتربيات. عايز تتعلم لاهوت او مجد الكل في الاوتات يعلم ربنا، تتعلم كل حاجه. تم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. حاجه جميله، اقول حاجه جميله قوي. شاب انا كنت قلت عليه من شويه بس قوي جدا 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 في رسالة العبرانيين. يقول لي بقى في الإصحاح الثاني، أراكم كلام جميل 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 لما تتخيلوه تستمتعوا معايا. يقول لي في عدد 10، لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبين الكل. ده مين؟ ده يسوع. إن الكل به ولا تطلب زي ما جيت في رسالة كولوس. وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد. وهو آت بأبناء كثيرين إلى إيه؟ مين الأبناء دول؟ إبناء. مين اللي جاب إخوة يوسف لمصر واتمتعوا كلهم إلى مصر؟ يوسف آت بأبناء كثيرين إلى المجد. إخواته اللي خلوه يجيبهم ويقول لهم أيوه فخر الأراضي في جزآن. وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. لأن المقدس يسوع والمقدسين جميعهم من واحد، بقينا من نفس الطبيعة. كونوا مقدسين أبوكم قدوس. بقينا مش من طبيعة مختلفة عن الله، ده بقينا من طبيعة الله. لسنا بعد غرباء ونزل، بل رعية مع القديسين وأبي بيت الله. أخذنا من نفس النوع. نفس النوع. فلهذا السبب لا يستحي ان يدعوه اخوه. يا ربي خد وقت كلمه يستحي. في خدمه السجون في مره واحد كان عميد في المطار، كان في السجن قضيه. فعارف ان فرح بنته قريب جرينا على المأمور لنار تصريح عشان يعني. فبنته بعتت له رسالة، بابا لو بتحبني ما تجيش. احنا قلنا الأهل العريس الميت. أولاده استحوا لي. مراته كان مرة لقيته قاعد مرقص وسط المساجين. قال لي عباح أنا الميت أحسن مني. أولاده استحوا لي لأنه راجل عامل جريمة. قد تكون أخذ رشوة، قد يكون عدى حاجه من المطار، مرض، خرج، اي حاجه، بس يستحي. لكن تخيل بكل اللي فينا ده يسوع لا يستحي بينا. يقف يتشرف كده، ده حسام وده داوود ودي دي دي وده نقعد نمسكي يا لا اتفضلوا ايه ده ايه ده؟ لا يستحي ان يدعوهم الاخوه. قال لن اخبر باسمك اخواتي. وفي وسط الكنيسة وسباحك، أنا أعرف أسطول بسبح وأفرح، وأيضا أنا أكون متأكد ومتوكل عليه، وأيضا ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب. فإذا تشارك الأولاد في اللحم الدم اشترك كذلك وأيضا تجنس بينسوا. فجعلنا نتجنس بينسوا. لمنهم يعني مغرم قوي. يا ريت يقرا هو يعني حلو التجسد الالهي بتاع اثناسيوس الرسولي من الروائع وامهات الكتب، صغير مش كبير. بس عايز اقول لك اتكلم عن مبادله الالهيه الخلاصيه. يقول كده لقد تانس لي ولدنا، يا لقد تجسد لي روحنا، لقد تنازل لي رفع. يقعد يجيب بقى التبادلات دي يبدع فيها. اذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا كذلك فيهما لكي يميت بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس. بعض الناس بيقرا الايه دي غلط. يقصد يعني ايه سلطان الموت؟ ابليس ما بيموتش حد. ابليس هو اللي انشا الخطيه. واجرة الخطيه هي ايه؟ فسلطان الموت موجود فين؟ في الخطية. عشان كده قال أين غلبتك يا موت؟ أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا إيه؟ بعض الناس يقول لك إبليس بيقول لا يا وضع عظيم ما فيش الكلام ده روح بيرمس عيين. كتب عنه إن هو
قال للناس منذ البدء. نعم. كتب عنه النقاط قال للناس منذ البدء. يوسف القتالي، يوسف القتالي. المهلك يعني تعالى عن المهلك. من هنا بالخطيئة، خد بالك من التعبير. بالخطيئة. بالخطيئة. ماشي هم كويس، يقول أنتم إذ كنتم أموات بالذنوب والخطايا. فأنشأ إبليس الخطية ووجب الخطية هي إيه؟ هي موت. فهنا بقى يسوع المسيح دي بقى جميلة أوي. كان عايز يقابل إبليس. وعايز يقابل الموت. يخش على ابن تيروس يهرب الموت والبيت تقوم. يخش على ابن أرمان تاين يهرب الموت والبيت تقوم. يخش على قبر العازر يهرب الموت العازر يقول لك لا انا هموت لك. فاخذ هذا الجسد يستطيع ان يموت. اخذ الجسد ليستطيع ان يموت. لو عرفوا الكلام ده في عمرانيين تبقى طبعا انا عارف انتم بتستصعبوا الكلام ده بس الكلام ده متعب للعيوني. خد بالك بقى. يقول في عدد 9 ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكه، قليل في الوقت مش في المعاني، قليل يعني وقت قليل. عن الملائكه يسوع نراه مكللا بالمجد وكرامه من اجل الم الموت لكي يسوق بنعمه الله الموت لاجل كل واحد. ما كانش هيدفع يوم الموت غير وهو فين. لو تقعدوا تفكروا في معالم التجسد ملهاش كلام. فكر التجسد عالي قوي 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 لو مزخرف في جميع الكنوز المحيطه بمعرفته. يعني عايز اقول لكم انا اصلي افكار كتير تورطت لكن انا خدت منهم فكرتين بس قلتهم. انا هكمل بقيه الافكار من يوم الجمعه في الاجتماع. يعني اللي ممكن انت لسه في الموضوع ده قوي يجي يوم الجمعه انا هكمل بقيه الافكار والمجد لله دائما ابدا.